احنا اللوحات الالكترونيه de la conjugaison. كان من كنت نرفد للحقيبة تاعي ظهري شوية كان يثقل وما نقدش نجري به، خاطر هي من جبتوا لنا هذا الطابلات في المدرسة دموش محمد العربي عجبتني بزاف وأنا فرحانة بزاف. حيث استفادت المدرسة من اللوحات الإلكترونية واللي تساهم بشكل كبير أولا في تخفيف العبء على التلميذ كما كنا نشوفوا ثقل المحفظة، وكذا تحفيز التلميذ بحيث تعتبر وسيلة تعليمية تحفز التلميذ. تخفيف وزن المحفظة، وزن المحفظة ليحافظ على صحة التلميذ، بحيث أن يعني نجد في هذه يعني الألواح الرقمية برمجيات مثبتة للكتب المدرسية الرقمية. استفادت هذه المدرسة في مطلع هذه السنة بأن الكتاب الرقمي الذي يعتبر يعني كبديل عن الكتاب الورقي الذي كان من قبل يؤرق كاهل التلميذ من حيث الحقيبة المدرسية وغيره، هذا الكتاب الرقمي يسهل العملية التعليمية التعلمية للتلميذ.